بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنكمل محاضرة أو فيديوهات الظل والنور. إحنا المحاضرة اللي فاتت خدنا قاعدة بس أو خدنا شكل واحد بس، النهاردة هناخد شكلين فوق بعض عشان نجيب الظل الرأسي على الظل الأفقي. تمام، الظل الرأسي على الأفقي أفقي، الظل الرأسي على الرأسي رأسي. تمام، احفظوا كده معايا، الظل الرأسي على الأفقي أفقي، الظل الرأسي على الرأسي رأسي. اوكي، طيب تعالى بقى نشوف الفكره دي. احنا المفروض بقى نعمل ظل القاعده الاول، بعد كده نعمل ظل العمود. لا، هنعمل الاول العمود عشان ما تلخفنش. هناخد كده من هنا خط افق اهو لحد ما يخبط معايا سطح الارض، ده اسمه سطح الارض بتاعك. اوكي، هنا نفس الفكره، المفروض ان حضرتك بتنزل هنا كده خط راس اهو، وهنا هتلاقي ده قطع هنا، يبقى ننزل بيه راس. تمام، بعد كده انا مش افق تاني. شوفوا هذا الظل عامل زي الميه يا جماعه، يعني انت لو دلت ميه على الحته دي تلاقي تنزل كده اهو على ايه، على المستوى الراسي، ده راسي. اوكي، طيب نمسك بعد كده المثلث 45 ونعمل، بص خلي بالك اللاين، خلي بالك اللاين، لاين اهو، اللاين ده اهو واللاين التاني اهو. لو انت شغلك مظبوط مجرد ما تهرب كده على البوينت دي هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك ايه. تمام، لو شغلك مظبوط بص هتلاقي ده على استقامه واحده. تمام كده، يبقى الزياده دي تمسح، يبقى احنا كده عملنا العمود بس. مش احنا اتفقنا يا جماعه ان انا العمود بعد ما بعمل العمود اجي على نقطه الهروب دي اهرب كده؟ طب يا ترى لحد فين؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش. تمام، شايفين بقى، فاكرين احنا نجيب القاعده دي؟ هقول لكم، هفكركم احنا عملناها المحاضره اللي فاتت. هنعمل دي كده دوتة اهي، ودي الناحيه الثانيه دوتة اهي. اول ما يتقطعوا اديني القاعده بتاعتي. تمام كده، هنا فوق نفس الفكره عشان نجيب السطح الخلفي للعمود اللي هو السطح اللي من ورا. احنا شايفين السطح هنا اهو، في اتنين قصادهم الناحيه التانيه. تمام كده يا جماعه، لو انا نزلت لك كمان دوت كده تبقى انت فاهم الموضوع اهو كده، انت متخيل معايا الموقف. اوكي طيب، شايف القاعده دي بقى؟ احنا طبعا خلاص اللاين ده خلاص خدناه، هنيجي ورا هنا اهو، هناخد خط هورزانتال اهو لحد هنا. طيب مش المفروض ده هينزل ورا كده؟ طب ماشي انا معاك، هنزل اهو، هزولك دوست عشان بس الدنيا ما تلخفنش معاك اهو. بس لحد فين؟ حضرتك مجرد ما عملت هربت ده كده ادالك القاعده بتاعتك اهي، لو هربت دي كده وهربت دي كده هيدي لك القاعده بتاعت العمود ده، صح كده؟ يبقى انت لما تيجي ان شاء الله هتاخد هورزنتال تاخد من فين؟ من دي، من اول قاعده اللي تحت اهي. صح كده؟ يبقى تاني احنا خدنا دي كده اهو، نزلنا بيها فيرتيكال لحد ما قطعت هنا، سوري هناخد هنا اهو. اوكي لحد دي. يبقى انت اخر العمود بتاعك فين؟ اهو، خدت بالك يا باشمهندس؟ يبقى كده العمود هنا عندي خلص. ممكن كمان اديله ظل كده بلون مختلف. يبقى اديته لك باللون، اللون لبني كله. يبقى ده ظل العمود على القاعده وكمان على الارض. يبقى هياخد الاريا دي كلها. تمام، فاضل ايه بقى؟ ظل القاعده نفسها اهي. هناخد بقى ان شاء الله خط هورزنتال كده وزي 45 من هنا برضو بالمره، هناخد زي 45 كده وزي 45 اهي، دي لحد القاعده. بص خلي بالك اللاين ده اهو بتاع دي، يعني هنجي هنا على النقطه ونهرب بالشكل ده كده. تمام، مش احنا اتفقنا مع بعض ان انا لازم برضو اهربها كده على النقطه اللي هناك على اهي اتنين اهي. طيب هي ترى هل هي كده صح؟ هنشوف. مش انت المفروض تاخد خط هورزنتال كده، خط افقي من هنا، ومن هناك من الزاويه دي من الكورنر ده ناخد زي 45. خلاص هي كده كده، خلاص هي المفروض انها تيجي جوه هنا، فما فيش مشكله بقى، انت كده ماشي صح. اوكي
يبقى احنا ممكن ندمج كمان القاعدة اهي دي مع اللون اللبني ده، يبقى ده زي القاعدة بالمنظر ده. طبعا ما تنسوش ان في حاجة اسمها الظل الذاتي، الظل الذاتي ده هياخد مثلا ممكن اللون الاحمر اللي هو ظل الجسم على نفسه خلاص. طبعا الضوء جاي من ناحية الشمال اهو، فكل ده ضلمة يا جماعة مش هيبان في حاجة. ممكن تديله لون احمر كده، والقاعدة كمان ممكن تديها اللون الاحمر ده. يبقى الاحمر ده يا جماعه اسمه الظل الذاتي على الجسم نفسه، تمام كده. وبكده يبقى احنا خلصنا الظل والنور بتاع الشكل ده. شفتوا يا جماعه الموضوع بسيط خالص. هناخد بقى شكل تاني، نشوف كده شكل تاني مع بعض. ده الشكل يا جماعه التاني. هو احنا اول محاضره احنا او اول فيديو عملنا الشكل ده بالظبط، تمام. النهارده بقى زودنا الشكلين دول عليهم، اوكي. برضه هفكركم بيهم احنا عملنا ده ازاي، ونبتدي الاول بهنا. تعالى نشوف هنا لما يكون في عندي حوض زهور زي ده هعمل الظل بتاعه ازاي. باخد هنا خط هورزنتال اهو بالشكل ده، وبعد كده زاويه 45، من هنا كده. طيب بص هنا ما جاتش معايا، اعمل ايه؟ بص يا باشمهندس شوف الخط بتاعك فين. هنا هنطلع كده فيرتيكال، تمام، بالشكل ده، وناخدها هورزنتال سنه بسيطه خالص. يعني هي جت لحد هنا اهو، بعد كده ناخدها الحته دي، اوكي، تمام كده. يبقى هو ده الظل بتاعي. بعد كده ابتدي اهرب على البوينت دي، خلي بالكم الحته الصغيره دي. يبقى انا طلعت لحد هنا لحد ما قطعت وخدتها هورزنتال، بعد كده مشيت هنا، مشيت بعد كده على التهريب على النقطه دي، تمام. يعني احنا خدنا الظل بتاع دي اهو، بالمنظر ده. نيجي بقى هناخد الظل بتاع السلمه دي، هناخد خط هورزنتال اهو من هنا وخط هورزنتال من هنا، زي 45، زاوية 45. بعد كده ابتدي اهرب على البوينت بتاعتي، بالشكل ده، بعد كده هوصل دي بقى. اول ما توصل هنا اوصل دي بدي، يبقى عندي منطقة الظل هي دي كده، والارضية هي. طبعا انا بلملكه جزء وجزء عشان الموضوع ما يتوهش مننا. طيب فاكرين بقى قبل ما نخش في المعمعه اللي هنا، في عندي احنا قلنا هناخد بقى الظل بتاع التنجه دي او الكابولي ده على الحيطه دي او الكابولي على العمود، تمام كده. كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد زاويه 45 من هنا، تمام. طيب المفروض بقى اسقط ده ازاي؟ خلي بالك كده يا باشمهندس، انزل معايا كده، المفروض ده هينزل معاك كده لحد الأرض، ماشي كده. خلي بالك هو في نزل هنا، يعني ما نزلش على السلمة، نزل بعيد عن السلمة اهو. فين خط الأرض بتاعك اللي هو ده؟ ماشي. بعد كده هاخد منه خط هورزنتال لحد ما يجي على مستوى اهو، بيتاخد خط افقي كده جه المستوى. هنطلع بقى كأنك ماشي سلم، تطلع هنا تمشي بعد كده افقي من هنا بقى. بص يا باشمهندس من دي كده افقي، خلاص. يبقى دي افقي من هنا، وطلعنا راسي هنا، وبعد كده مشينا بيها افقي. بعد كده هطلع هنا فيرتيكال لحد اما تقطع اللاين ده، تقطع الزاويه دي في نقطه، اوكي. هوصل بقى النقطه اللي انت وصلتها باول السقف بتاعك هنا، ونهرب دي على النقطه على طول. دي تهرب على اتنين. اشمعنى عليه اتنين؟ بص للسقف كده اهو، عليه اتنين، يبقى تهرب عليه اتنين. يبقى دي منطقة الظل بتاعتك، ماشي. ممكن نديله اللون الابيض برضو،
المنظر ده. والظل الذاتي هنديله لون احمر. دي الظل الذاتي اهو، هنا طبعا في ظل لان الضوء جاي من فوق. طبعا نسينا اهم نقطة، لازم تعمل اتجاه الضوء ده اهم حاجة. ده اتجاه الضوء اهو، اتجاه الضوء. جميل تمام. يبقى انا عندي الظل الذاتي اللي هو ظل الجسم على نفسه اهو، ومنيل الازرق ده لزق ظل التند على العمود، لكن الزيت اللي زيت اهو التند على نفسها ايه، العمود ده على نفسه او الكابولي ده على نفسه اهو، انا مديله لون مختلف. وهنا برضو ده الظل الذاتي اهو، الظل الذاتي اهو. يبقى انا مدي الظل الذاتي اللون الاحمر. اوكي، فاضل بقى الكتله دي هنجيبها ازاي؟ فاكرين اول حاجه اهو ان شاء الله هناخد خط افق اهو. بص انا في دي مش هلكوا هفكركم بيها واحده واحده تمام. انا شغال على العمود بس، خلي بالك على العمود اهو. فدي تعملها من فوق دوت لحد هنا كده، يبقى ده العمود بتاعك اهو فوق اهو. هناخد دي كده زاويه 45 بالمرة بقى، بما انك واقف 45 خد دي كمان معاك بالمرة تمام. هنا المهم ادالك النقطة الأولانية اهي، ممكن تقربها لو حبيت على طول وتخلص ماشي، هقربها على خفيف كده. طب النقطة التانية دي انت هتاخد دي افق اهي اللي هو العمود ده من تحت اهو هورزنتال برضو لحد ما يطلع مع ده، يطلع مع الزاوية بتاعتك اللي هي 45. لو انت شغلك مظبوط شوف هيجي على الرقم واحد، تبقى انت كده شغلك زي الفل. ها حد فاكر؟ اه، هنحط المسطرة على هي 2 ونهرب الحته اللي ورا دي كده، هنطلع على الشمال اهي. واحد يقول لي ما انت المره اللي فاتت كنت انت عملت حاجه كده ما ينفعش نكملها كلها، هقول لك ليه. كنا احنا بقى بنجيبها ازاي؟ بنيجي هنا اهو ناخد دي دوتت كده ماشي، ونكمل دي لحد ما تقطع مع دي اهي. مجرد ما تهرب هنا يبقى اداني القعده دي اهي، القعده دي اللي هي زي اللي فوق خالص، يعني المفروض ان في واحده فوق منها شعبه دلوقتي. خلينا في دي، كنا بنعمل في دي ايه؟ افق هورزنتال اهو يا جماعه لحد هنا، يبقى انت اخرك لحد هنا، يبقى الحته دي زياده، يبقى ده ظل. خلي بالك ظل العمود، شوف العمود كده كله يعني اللي هو السمك بتاعه بالطول ماشي. هدولك لون ازرق كده عشان برضو الدنيا ما تلفش معاك. يبقى لحد دلوقتي كده انا خدت العمود بس، فاضل التنده دي. لو دي زيادة مضايقاك ممكن تمسح أي زيادة، امسحها برضو عشان ما إيه الدنيا ما تلفش معاك. طبعا أنت عارف لما يكون خط مايل كده عارف إن هو متجه على النقطة على هي واحد. طيب كده أنا عايز بقى أجيب دي، أجيبها إزاي؟ تعالى نشوف مع بعض. أفكرك بحاجة جميلة أوي، إحنا قلنا بننزل دي كده إسقاط أهي خفيف عشان أنا لازم أسقط الستاندة دي على الأرض كأني بعمل لها قاعدة أهي. لحد فين يا باشمهندس؟ هقول لك حالا. مش دي لازقة في دي؟ يبقى أنت هتمشي مع دي كده على استقامة واحدة على النقطة على هي واحد، هيتقابلوا في نقطة الستاندة بتاعتك تمام. لو انت كمان هربت دي يديلك الجزء اللي هناك. فاكر لما احنا نزلنا اسقاط كانت هنا؟ تمام. المهم هناخد دي كده خط هورزنتال. انا دلوقتي باسكت مين؟ باسكت التاندو ماشي. هنمسك بقى الخطين دول اهم، ادي لاين وادي التاني على زي 45 طبعا، عشان هما نقطتين، النقطتين دول اهم هيبقى ايه؟ هسأل لك عليهم اهم يا باشمهندس. هسميهم واحد اتنين، ادي واحد داش اتنين داش، لو حبيت تسميهم اسامي يعني حروف قصدي او ارقام اللي عجبك. ونهرب ونهرب صح كده؟ بص الشكل ده، شايف الشكل ده؟ الستة دي مش هي دي تمام؟ هتقول لي طب والجزء اللي ورا؟ اقول لك حالا، حاضر هنشوفها هتيجي ازاي. هنيجي هنا كده ناخد 45
اللي هي تكملة الجزء اللي فوق ده. هنجيب القاعدة ازاي؟ هنجيب ده السطح ده كده، ده متهرب وده متهرب، هيديلك السطح اللي ورا الخلفية دي، صح كده؟ مش الخلفية دي يا جماعة كنا بناخد منها زي 45 كده اهي، صح كده؟ شايفين الخط ده؟ يبقى من اللاين ده اهو هتوصل بقى النقطة دي بدي، دي بدي، بعد كده تدي بقى الشادو كله جوه ده. وبكده يا جماعه يبقى خلصنا الظل والنور اهو للرسمه دي. يبقى كده يعتبر الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.